بسم الله الرحمن الرحيم. واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي علي إذا ناجيت مني إلى آخر عمري. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذري، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. وفي رحاب مناجاة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان، هذه المناجاة التي كان ينهج بها هو وذريته من بعده. صلى إلى هذه الفقرة: وأقبل علي إذا ناجيتك. قلنا التدبر، قلنا فيما مضى التدبر في الدعاء مقدمة للتفاعل. وأنا أستغرب كيف من لا يعرف العربية كيف يتفاعل مع دعاء لا يعرف ما هو أصلا. العربي يفهم الكلمات ولكن ينقصه التدبر. إذن قراءة وتدبر وتفاعل، اجعلوا في بالكم أضلاع المثلث هذا. إذا لم تجتمع هذه الأضلاع، القراءة والتدبر والتفاعل، هذا الدعاء لم يأخذ حظه. بل لو لم تقرأ، لو فتحت كتاب الدعاء وتدبرت في المضامين وجرت دمعتك، هذا خير من تلاوة لا تفاعل فيها. وأقبل علي إذا ناجيتك. بالمناسبة نقول بين قوسين: مناجاة أمير المؤمنين مناجاة خواص من المؤمنين. دعاء كميل مضامينها إجمالا معروفة، وإن كانت فيها فقرات أيضا مبهمة، ولكن هذا الدعاء فيه إبهام كثير حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. هذه المعاني لا يعرفها إلا ذو حظ عظيم. وأقبل علي إذا ناجيتك. رب العالمين متى يقبل عليك؟ إذا أقبلت عليه. نفهم من هذه الجملة على قصرها أن الذي لا يقبل على الله عز وجل رب العالمين لا يقبل عليه. عندما لا يقبل عليك لا يعتني بك كيف يستجيب لك. يأتيك إنسان له حاجة أنت لا تحبه، تضع إصبعيك في أذنك تقول: لا أحب أن أسمع صوتك، تدير وجهك عنه، إذن كيف تقضي حاجته؟ إذن الذي لا يقبل في الدعاء رب العالمين لا يقبل عليه، وإذا لم يقبل عليه لا تتوقع الإجابة. متى رب العالمين يقبل عليك؟ إذا ناجيت. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. كلمات أمير المؤمنين مسبوكة سبك الذهب، كل جملة فيها لها معنى. أنا كذا أفهم: متى تناجي؟ إذا اجتمعت فيك صفتان، الهرب واليقين. الهرب واليقين. نكتفي هذه الليلة بالتعليق على هاتين الكلمتين: فقد هربت إليك.
الهارب له صفتان: خوف من شيء وأمل في شيء، يحذر شيئا ويرجو شيئا. أنت في صحراء وأمامك قلعة ووراءك أسد مفترس، من ناحية تخاف الأسد ومن ناحية ترجو القلعة. إذا لم تكن قلعة في البيت تغمض عينيك حتى يأكلك الأسد، تقول أين المفر؟ الذي يجعلك تتحرك منظر الأسد من ناحية وباب القلعة من ناحية، هذا يوجب الحركة. لو رأيت قلعة من دون أسد لا تتحرك، لو رأيت أسدا من دون قلعة لا تتحرك. يقال أن عامة عندما ترى الصياد تدس رأسها في الرمال، وذهب مثلا يقولون فلان كالنعامة يدس رأسه في الرمال، يعني هو لا يرى الصياد وكأن الصياد لا وجود له. الهارب يخاف ويرجو. نحن إذا تحقق فينا هذان الأمران نتحرك. الخوف من الهوى ومن الشيطان الذي يريد أن يوقعك في فخه، ومن ناحية الثقة بالرحمن رب العالمين. نعم، حرز لمن لا حرز له وكهف لمن لا كهف له. إذا من أراد أن يكون هاربا إلى الله عز وجل وهو المأمور به في القرآن: فروا إلى الله، أن تخاف من العدو وأن ترجو الصديق، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك، وقفت بين يديك. ما المشكلة في عدم التفاعل؟ ما المشكلة تقرأ الدعاء وهمك آخر الدعاء لأنه لا يقين لك؟ لماذا تصلي صلاة غير خاشعة؟ لأنك لا تعلم بين يدي من تقف. لماذا تدخل المسجد وقد وكأنك دخلت قاعة كذائية؟ لأنك لا ترى نفسك في بيت الله. إذا رأيت نفسك في البيت ووقفت بين يدي الله عز وجل لا يمكنك إلا الخشوع. المشكلة في اليقين أنه لا ترى نفسك بين يدي الله عز وجل. ما هي النتيجة؟ من كان هاربا ورأى نفسه واقفا بين يدي الله. الآن أمير المؤمنين يذكر النتيجة. انظروا إلى الترابط المنطقي في الدعاء: مستكينا لك متضرعا إليك. إذن الاستكانة والتضرع فرع ما قلناه آنفا: الهرب إلى الله والوقوف بين يديه. كلمة أخيرة ونختم بها الحديث. البعض توقف في هذه الجملة لا يعرف معناها، مثلا راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي. ما معنى هذه الجملة؟ راجيا لما لديك ثوابي. الآن ممكن أن نقول هكذا: راجيا لما لديك. ما هو لديك؟ ثوابي، كأنه بدل من ذلك. ولكن البعض من المحققين له رأي جميل يقول لعل هكذا الصحيح. في الأزمنة الغابرة لم يكن هناك تنقيط، لعل هكذا الصحيح: راجيا لما لديك. انتهت الجملة. تراني وتعلم ما في نفسي. ثوابي، اقرأها تراني. تراني وتعلم ما في نفسي، يعني أنا بين يديك لا يخفى عليك شيء. ولهذا في الجملة اللاحقة تقول: ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. أنا لا أقول لإخواني أخواتي
اقرأوا هذه المناجات في كل يوم مرة في شهر شعبان. إن قرأتها في شهر شعبان مرة واحدة بتفاعل كفاك ذلك. لو قرأتها بإخبات وإنابة هذه المضامين تتحقق في حقك، إلهي بحق أمير المؤمنين، وبما ناجاك به أنزل علينا أنواع رحمتك، اجعلنا من العارفين حقا، ألحقنا بعبادك الصالحين، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.